اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. آمين. الحياة ما فيها صعوبة لهالدرجة، ممكن تكون الأمور سهلة بتدبيرك. إحنا ما بنأخذ الأمور بالطبخ، ممكن نطبخ أي طبخة بمواد متواضعة يمشي الأمور الواحد من إيدي. مشان شو يا زهر؟ لا شغل خالتي، مشان البركة. الله يعطيك العافية. الرحمن الرحيم. وهلأ هيك استوت معنا الكبة، رح نسكبها. ريحتها بتشهي. نفرجيكم. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم حبينا نشارككم بطريقة عمل الكبسي من تحت إيدين خالتي الله يخلي لي إياها. طبعا هي بتعمل الكبسي بعدة طرق، اليوم حبينا نشارككم بإحدى الطرق اللي هي الكبسي السريعة الاقتصادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا طالعة مع بنت أختي زهى كنتي وحبيبة قلبي، ورح نفرجيكم طريقة الكبسي. طبعا هاي ماي طريقتنا الوحيدة، هاي الطريقة المتواضعة، ونحنا حبينا نعلم بناتنا الصغار. الكبار أكيد بيعرفوا كل الطرق، بس لبناتنا الصغار حبينا نعلمهم. إن شاء الله تنال إعجابكم تستفيدوا. أكيد يا خالتي أكيد رح يستفيدوا، مثل ما نحن استفدنا منك الكثير من أول ما زوجنا لهلأ عم نتعلم منك، وأكيد كل طبخاتك بتجنن. تسلمي يا قلبي، لو ما كنتوا شطورين كنتوا ما تعلمتوا. تسلمي لي يا خالتي. عندي نص فروج سلقته، فورنا عليه بالمي بالأول وروحنا منه الزفرة والزنقة، ورجعنا جددنا له المي وحطينا معه قرفة وقرنفل مطيبات. أيوة مطيبات، لومي وبصل وتوم. هاي المرأة تبعيته، المرأة لونها شوي غامق من المطيبات، ريحتها كتير بتشهي. عنا رز بسمتي، كمان مو بسمتي على الحل، مخلطينه لانه هدول نوجدوا عنا الرز. نحنا ما ضروري انه ما نعمل الطبخة لانه ما موجودة كل المكونات، ممكن نستبدل. نص كيلو بندورة مبروشة، حبتين فليفلة خضرة، حبة بصل، وعنا ثوم مفروم، وعنا بهارات الكبسي. هذا عود قرنفل، قرفة عفوا، وفلفل أسود، بهار الكبسي، زنجبيل، كمون، كركم. كركم مشان يعطي اللون. عصفر وقرنفل. تمام. أنا ما بحب كتير بهار، ما بحب كتير بهار لأنه بيطغي على طعمة الأكل، وما بحس الواحد غير طعمة البهار، فدائما لا تبالغوا بالشي. هلا رح نبدأ نفرجيكم كيف رح نطبق الصلصة. هذا زيت عنا تقريبا هدول نص كوب، لأنه عنا 3 كاسات ونص رز. إذا كان كتير صاخن رح ينحرق البصل، فنحنا نحطه شوي بارد. رح حرك لك يا هون خالتي. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية انت، ونحن حرمنا منك يا رب. بحب اقول لهم بناتنا اللي طالعين جدد انه ما ضروري التكلف بالاكل كثير، وست البيت ممكن تتدبر كل شيء. يعني مثلا انا اليوم ما عندي غير نص فروج، بدي اطبخ كبسي ما بنحرم حالنا. انا ممكن اطبخها بفروجين، بفخاد، حسب الموجود، واذا كانوا ضيوف نسويها بشكل تاني. ممكن يكون عندي صدر دجاج قطعه وقلي واطبخ عليه. انا بكذا طريقة، مو طريقتنا الوحيدة هاي. فالست الشاطرة بتكون مدبرة وما بتحرم عيلتها من الاكل. ان شاء الله بناتنا كلياتهم يستفيدوا ان شاء الله. رح تحطي هلا ساعة التوم ولا الفليفلة؟ الفليفلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. امين. الحياه ما فيها صعوبه لهالدرجه، ممكن تكون الامور سهله بتدبيرك، ممكن كمان اكل تكون مكوناتها بسيطه، بس اذا النفس طيب تطلع غير الشكل. ايه والله، خاصه من تحت ايديك يا خالتي. كل شيء طيب لو شو ما عملتي. لو زهى شاطره كثير كمان. سلميلي يا خالتي، نفسها حلو على الاكل تلاميذك نحن وكناينه كلياتهم هيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الله اختار وفقنا بهيك حماي، علمتنا كل اصول الطبخ. بناتي هدول شو رح تعملي هلا يا خالتي؟ تستني ولا يدبل ولا ايه؟ شوي بس تدبل فيكي شوي. يلا هلا نحن بدنا نوصل لهم اياهم لبناتنا بمصداقيه. الله يعطيك العافيه. ان شاء الله هيك يطبخوا بيدعوا لنا. ان شاء الله ان شاء الله رح يفرحوا رجالهم كمان يدعوا لنا. كتير صبايا بيكتبوا التعليقات انه بدنا اكلات اقتصادية، بدنا اكلات ما انا مكلفة. بدنا نحاول نصير كتير نعملكم وصفات انه
على قد الايد ومكونات بسيطه، ممكن تعملوا اطيب طبق ينبسطوا عليه عائلتكم وتكونوا معكم متكلفين كثير فيه ان شاء الله. اذا تقبلتونا بالفيديوهات القادمه ان شاء الله راح نفرجيكم كثير اكلات ان شاء الله. ممكن هي تتخيلوها انها بتكلف، بس راح نفرجيكم اياها انها ما راح تكلفكم شيء، ما في شيء صعب باذن الله ان شاء الله. عائلتكم اماني برقبتكم، فلازم يكون كل شيء على الاصول. خالتي شو راح تحطي هلا؟ دبلة الفليفله، الثوم، يلا نزل الثوم. يعني هالمكونات اللي عم نحطها لحالها اذا ما حطيتي لحمه بتطلع طيبه، لانه يعني طبختيها باماني وطبختيها بحب، فرح تطلع الاكل كثير طيبه. ما شرط اللحمه، يقولوا لك كثره اللحمه هي اللي بتطيب الاكل، لا ما شرط. وهلا دبل معنا الثوم والفليفله والبصل. نحن ما رح نحرق الثوم مشان ما يعطي طعمه مره، لازم نكون بهالدرجه هاي بس. هلا بنضيف البهارات، القرفه، الفلفل، رح نضيفهم كلهم اللي ذكرنا لكم اياهم. بلشت تطلع ريحه البهار كثير حلوه. هلا رح نضيف البندوره المبروشه. عن جد روايح سهل. طبعا خالتي كل مره بتطبخ الكبسه بطريقه. ايه اكيد، نحن هاي بنقول لكم اياها، هاي متواضعه. يعني ايوه، ما فيك تقولي ما عندي دجاج، ما عندي لحمه، ما فيني اطبخ. باي كميه عندك فيك تطبخي. انا ممكن يجينا ضيوف اسلق فخاد وحمرها بالفرن، ممكن يقولوا ليش هيك طبختيها، فانا بطبخها بعده طرق. بس اليوم حبيت خالتي تفرجيكم الطريقه البسيطه الاقتصاديه. نحن ما بناخذ الامور بالطبخ، ممكن نطبخ اي طبخه بمواد متواضعه وبيمشي الامور الواحد. هاي طبعا الكلام موجه لبناتنا الصغار اللي عم يتعلموا، الكبار عندهم خبره بالحياه وبيعرفوا هذا الشيء كلياته. نتركه على النار شي 10 دقائق لتستوي البندوره بس. تمام. بدنا نضيف هلا معلقه دبس بندوره. بتكثف شوي البندوره، وهي لانه بندوره هاي الايام شوي خفيفة، لونها فاتح. أيوة. لونها فاتح بتعطي لون أغمق وتعزز الطعم شوي. قديش بنتركهم خالتي هلا؟ لا هلا دقيقتين وراح نضيف المرقة أو شوربة الدجاج. تمام. نحط الملح هلا خالتي ولا آخر شيء مع الملح؟ لا المرقة خالتي ضايفت له ملح مسبقا. إيه نحن بندوق الطعمة ومنعدلها. قديش رح تضيفي هلا خالتي مرقة لكل كاسة رز؟ لكل كاسة رز كاسي وربع. كاسي وربع مرق؟ بسم الله الرحمن. هلا خالتي طبعا بتحط المرق تقديريا بما انه ما شاء الله عليها خبرة واسعة، فبس انتوا اذا حابين تحطوا معايير مضبوطة لكل كوب رز كوب وربع من مرق الدجاج. هلا بنتركهم شي 10 دقايق يتسبكوا ببعضه وبعدين بنضيف الرز. تمام. يلا هلا المرقة غليت وتسبكت، شو بدك تحطي هلا خالتي؟ هلا الدجاج سحبنا منه العظم بهالطريقة هاي بهالشكل، وهلا راح نضيفه للمرقة وراح نضيف الرز مباشرة، وراح نضيف هلا الرز. حركيهم بدنا نرقويه. هلا راح نغطيهم ونتركهم يغلوا شي 7 دقائق على نار قويه، وبعدين وسط من النار بنهديها للوسط وبعدين بنهديها للاخر. تمام. كل انواع الرز مفروض هيك بهالمراحل هاي يمرق. اذا كان نار قويه كثير بتنشف المي وما بيستوي وبيطلع النشا منه، فبدك تتحكمي بالنار. تبعوا هاي الطريقه اكيد كثير ناجحه باذن الله. الرز ما بيتحرك كثير، حاولوا تفتلوا الطنجرة كل شوي مندور الطنجرة. ايوه جونا بالماء جاها نار بيجي نار حتى يستوي كله مع بعضه. ايه افضل ما تحركوا، اذا كانت الكمية كتير كبيرة فبيحركوا الوش بس بيقلبوا لتحت عشان يوصلوا رطوبة ومرق. ايوه يلا الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا هون مثل ما شايفين بلشت تتفتح حبات الرز وتنشف المرق، لهيك هلا رح ننوس تحتهم ورح نتركه لحتى يستوى تماما.
هلا رح نعمل جنب الكبسي خيار بلبن، دائما نحن بنحب الخيار بلبن جنب الكبسي. ممكن كمان تعملوا سلطة خضار، ممكن تعملوا لبن عيران. هلا عندي هون خيار فرمناه فرم ناعم، رح نضيف عليه لبن زبادي، رح نحط لهم تقريبا 3 حصوص ثوم مهروس. رح نخفقهم شوي بالاول، خفقناه هون رح نضيف لهم مي، ما كتير بنكتر مي مشان ما يصيروا خفاف. حركهم هلا شوي تحريكه خفيفه. طبعا حطينا ملح مع الثوم لهيك هلا ما في داعي ابدا انه نرجع نحط عشان ما يطلعوا مالحين. راح احط نعناع. الله يعطيك العافيه يا خالتي. من ايدي مشان شو يا زهر؟ ده شغل خالتي. مشان البركه. الله يعطيك العافيه. ده شغل خالتي، شايفين لونه بجنن. خالتي دائما ما بتشتري النعناع جاهز ابدا. دائما شغل ايدها. انظف واحسن. عندي شايفين كثير سهله طريقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا هيك استوت معنا الكبسه. الله يعطيك العافيه. رح نسكبها. ريحتها بتشهي. نفرجيكم. طبعا هلا خالتي حركتها. ايه محركه بس لضيق الوقت شوي. ورح نحركها شوي ثاني. غير شكل طالعه يا خالتي والله. ما شاء الله. مية صحة وهنا. شايفين كيف حبات الرز؟ مفرودة ونفس الوقت فيها رطوبة، ما حلو تكون ناشفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بسم الله. شايفين الحبات كيف مفرفدين؟ غير شكل طالعين، شي بشهي. ما عاد ما ضروري نتكلف على الأكلة ونقول ما عنا ما بنقدر نساويها، وبجوز الناس يفكروا انه نساويها بس بهالطريقه. لا، بكذا طريقه رح نفرجيكم، يمكن موجودين على قناه زها. على قناتي في طريقه لكبسه السعوديه اذا حابين تشوفوها. نحن بنعملها بهالطريقه هاي اللي عملتها فيها زها مسبقا، واحيانا خالتي بتعملها بفراريج كامله، احيانا بتعملها بفخاد. بتقولوا ما عنا مكسرات، ما عنا، كله بيمشي الحال بلا مكسرات. يسلم هالايدين. اللي بدكم اياها بتحطوها. الله يعطيك العافية والله. الله يعافيك. يا سلام. مية صحة وهنا على يا سلام على لمساتك الشهية. نتمنى بناتنا اللي عم يشوفونا يستفيدوا كلهم إن شاء الله. أكيد أكيد. ولا يقولوا ما بنقدر نساوي هاي الأكلة. وإن شاء الله هيك فيديوهات قادمة راح فرجيكم كتير أكلات اقتصادية وممكن نساويها، ما في شيء مستحيل. إذا حابين تشوفوا طريقة الكبسة السعودية بتلاقوها بقناتي. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. بتمنى تكون الطريقة نالت اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم دايما كل الفيديوهات الجديدة.